بسم الله الرحمن الرحیم ہن میں تواڈے سامنے قرآن مجید دی تلاوت واسطے دعوت دیواں گا زینت القرا جناب حضرت مولانا قاری حماد الحسن صاحب مدرس جامعہ عزیزیہ ڈسکا مائک تے آون اور قرآن پاک دی تلاوت کرن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والله الذي لا إله إلا هو والرحمن الرحيم والله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم.